تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئه من اصحاب الجلاله والسمو والفخامه ملوك وامراء ورؤساء واولياء العهود ورؤساء الحكومات في الدول العربيه والاسلاميه والصديقه بمناسبه احتفالات مملكه البحرين باعيادها الوطنيه احياء لذكرى قيام الدوله البحرينيه الحديثه في عهد المؤسس احمد الفاتح كدوله عربيه مسلمه عام 1783 ميلاديه وذكرى تولي حضره صاحب صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم اعربوا فيها عن خالص تهانيهم للسمو ولي رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبه الوطنيه المجيده واطيب تمنياتهم لسموه بموفور الصحه والسعاده ولمملكه البحرين ولشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار